متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شفتوا كده وتابعتوا معانا دلوقتي يمكن من العرض الخاص لفيلم اسكندراني، اقبال من جماهير اسكندرية على الفنان احمد العوضي. تعالي بس تابعينا كرام، زي ما شفتوا تابعتوا معانا. تعالي البوستر هناك، البوستر هناك، تعالي هناك البوستر. الو لايف يا بابا، لايف لايف. يلا زي ما حضراتكم شايفين كده بوستر فيلم اسكندراني طبعا موجود في سينما سان ستيفانو بالاسكندرية. فيلم اسكندراني طبعا بطولة الفنان احمد العوضي والفنانة زينة والفنان خالد السقا. طبعا قصة وسيناريو وحوار للكاتب الكبير اسامة انور عفاشة. زي ما حضراتكم شايفين ده البوستر الرسمي للفيلم، طبعا وصول الفنانين ووصول طبعا المخرج خالد يوسف. بنتابع معاكم من داخل سينما سان ستيفانو بالاسكندرية. كان في واحد قال لي هيطلعني بالايت، المفروض احنا لينا ايات. ايه ده؟ صحاب
هيبقى عرض هنا مش هيبقى ينزل بلدي.